السلام عليكم يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. الهوم ورك التاني اللي بيتكلم على الميكانيزم اوف ووتر والسولت ابزوربشن. احنا عندنا 5 افكار: ديفيوجن، حركة اي مادة من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، تقف مع البالانس، في حاجات بتزودها زي الهاي تمبريتشر، زي السمول سايز اوف ايه ديفيوز سبستنس. عند الاوزموز حركة الووتر من الهاي لللو، تمام، ثرو سيمي بيرميبل ممبرين. عندي امبيبيشن، ابيليتي اوف سام ماتيريال تو ابايب ووتر اند انكريز ان سايز، زي السيلوز والايه والبروتين. وعندي انواع الوولز اللي هي البيرميابيلتي، بيرميبل، سيمي بيرميبل، ها، امبيرميبل اللي هي الجدران اللي متغطيه بس باللجنين او الايه او الكيتين. طيب ماشي يا مستر. كان في الاكتف ترانسبورت اللي هو حركه اي ماده من اللو للهاش، بتبقى عايزه انرجي. المهم الاسئله اللي جايه عندنا بقى ايه من المعاصر على الجزئيه دي، واحده واحده كده، الله يصلح لك الحال. سم الله. اول سؤال، اول سؤال بيقول لك study the opposite graph that represent ion concentration in some element in the soil and the root hair cells in the plant then determine which element highly absorbed by diffusion. بص يا كبير، الاليمنت اللي يتحرك بالديفيوجن هو الاليمنت اللي في الارض اعلى منين؟ اعلى من النبات، اللي هو رقم كام؟ رقم 2. بص، تركيزه في الارض اللي هو الاحمر ده، وتركيزه في البلانت اللي هو الجرين كلر، فيبقى معنى كده ان تركيزه في الارض اعلى، هاي في السويل، في السويل هاي. طيب وفي البلانت لو، فيتحرك بالديفيوجن. يبقى ان الاليمنت رقم 2 تركيزه في السويل اعلى من تركيزه في البلانت، فيتحرك بالديفيوجن، ماشي. لكن لو خدت بالك الاليمنت رقم 1 تركيزه في السويل اقل من البلانت، فالمفترض يتحرك بالاكتف ترانسبورت. الاليمنت رقم 2 حاله بالانس، يعني مفيش حركه اصلا، فالنبات مش هيدخله لانه مش محتاجه. خد بالك بقى من اللي جاي اهو. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه، which of the following food substance have the ability to pass through the plasma membrane of the cell. خلي بالك كده، which of the following food substance has the ability to pass through the plasma membrane of the cell. الحاجات اللي حجمها صغير اللي هي الكالسيوم ايونز، ان الستارش والليبيد والبروتين والامينو اسيد، بيج سايز doesn't required by the plant، فمش محتاجها، فمش هتعدي. خد بالك يا حبيبي من اللي جاي. بيقول لك ايه، بلانت سيل بوت ان سوليوشن، حلو، ات جيند ووتر باي اوزموزس، كسبت منه ميه باي اوزموزس، ويتش اوف ذا فالونج ريبريزنت كونسنتريشن اوف ذا سيلولار ساب اوف ذا سيل اند اتس سوليوشن ريسبكتيفلي. بص يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، بلانت سيل اتحطت في قلب سوليوشن وسحبت منه الميه وسحبت منه الميه، يبقى لازم تكون تركيز البلانت سيل دي الهاي، والكونسنتريشن هو والايه والسوليوشن هو اللو، تمام. فانا عايز اختار بالترتيب بقى، ينفع البلانت تبقى 1 والسوليوشن 3؟ لا، ده لازم يبقى البلانت هاي والسوليوشن اقل، فينفع يبقى 7 و2، البلانت 7 والسوليوشن 2، فكده يبقى البلانت هو اللي بين الووتر. طب مستر، 1 و1 يبقى حاله بالانس والميه ما تتحركش. طب 2 و7، لو النبات 2 والسوليوشن 7 كان النبات لوز ميه، لوز ووتر، مش جين ووتر. السؤال اللي جاي، يلا يا دكاتره، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي جاي بيقول لك ايه يا عم، the opposite figure represent 4 adjacent cells، 4 خلايا قاعدين مع بعض that have different concentration of sugar water move by osmosis from. خلي بالك يا حلوف، الميه بتتحرك من ال less concentrated of salt لل high concentrated salt، من ال low concentration of salt لل high concentration. يعني بنروح ناخد اختيارات من 1 ل2، ينفع الميه تتحرك من 1 ل2؟ لا، كده غلط. ليه؟ لان ديت هاي كونسنتريتد اوف سولت واتنين لو كونسنتريت، ما الميه بتمشي من المنطقه اللي تركيزها قليل للمنطقه اللي تركيزها عالي بالنسبه للسولت. تاني، الميه بتمشي من اللو اوزموتيك بريشر للهاي اوزموتيك بريشر، مش العكس، فالاختيار ده غلط. طيب مستر، الميه تحرك من 2 ل3، تعال نشوف، من 2 ل3، 2 تركيزها 3% و3 تركيزها كام؟ 1%. لا برضو يا مستر، الميه مش بتمشي من الهاي كونسنتريتد اوف سولت لللو كونسنتريتد اوف سولت، الجمله غلط. طب من 3 ل4، من 3 ل4 واحد الله، قل لا اله الا الله، من 3 ل4 نفس القصه، المحلول ده كونسنتريتد وده بالنسبه له دايليوتد، يبقى الحركه ما تتمش. طب من 4 ل1، ناجحه جدا، برافو، من 4 ل1 ليه؟ لأن 4
ها low concentration وواحد high concentration، فانا بتحرك من 0.5% ل 5%، وانت عارف ان الاوزموزس موفمنت تو فوتر فروم لو اوزموتيك بريشر سوليوشن تو هاي اوزموتيك بريشر سوليوشن، من المحلول المخفف للمحلول المركز، من المحلول اللي ملحه قليل للمحلول اللي ملحه عالي. يلا يا حبيبي ناخد السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي ايه بقى الراجل، اها السؤال اللي بعد، السؤال اللي بعد بيقول لك study the opposite figure what is the reason for the water color it change in the beaker into red. جاب شويه حاجات لونها احمر وحطها في قلب بيكر في ميه، فبيقول لك الميه احمرت ليه؟ طبعا نتيجه حركه الانك بالديفيوجن، حركه الانك بالديفيوجن، المنطقه دي هاي كونسنتريتد والميه اللي حواليها لو كونسنتريتد، فالحركه بالديفيوجن. يلا يا كبير ماشي اللي بعده يا رجاله. الراجل بيقول لي بسم الله، هنا الراجل بيقول لي خلي بالك in the following figure cellulose sac was put in the solution shown in the case 1 و 2 و 3 before starting the experiment. خلي بالك ماشي. The concentration of water inside the cellulose sac in the case 1 is about. بص عايز تركيز الميه، هنا بيقول لك المحلول حاطين شويه سك جليكوز في قلب كيس مصنوع من السليلوز، السليلوز ماده منفذه للماء عادي جدا. فهنا بيقول لك تركيز الميه في المحلول ده قد ايه؟ 90%، مش هنا 10% جليكوز. ما هو طالما 10% جليكوز يبقى الميه 90، يبقى الميه ايه لو سمحتوا؟ 90 اللي هي الباقي النسبه. تمام؟ ففي الحالة الأولى الجليكوز 10% يبقى الماء إيه؟ نسبة السولفنت اللي هي 90، لما أجي أقول لك الحالة دي تركيزها 10% يبقى ده تركيز السولف، طب الماية هتبقى كام؟ الماية تبقى 90. طب هات اللي بعدها كده بيقول لك إيه؟ بسم الله. هنا بيقول لك the concentration of water inside the solution of إيه لو سمحتوا؟ of case 3. تركيز الماية في السوليوشن 3، في الحالة 3، تركيز الماية بص كده معايا، هنا السوليوشن عامل إزاي؟ هنا السوليوشن تركيزه 20%، يبقى معنى كده ان في 80% ميه. ما انا بديك تركيز الملح تعرف انت الميه بقى اوتوماتيك. طيب هات اللي بعده. الراجل يقول لك ايه بقى؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يلا يا حاجه الله يكرمك. The concentration of glucose inside the solution in case 2 is about. In case 2 تركيز الايه بقى؟ ها؟ The concentration of glucose in case 2 is ايه لو سمحتوا؟ is about. في الحالة دي بص كده تركيز الجليكوز، تركيز الجليكوز هنا 20%. 20% زيرو ليه؟ زيرو اقف يا عم. يا جدعان، يا جدعان، صح. ده بيسأل عن تركيز الجليكوز في قلب السوليوشن، أنا آسف. أنا آسف، تركيز الجليكوز في قلب السوليوشن مش في قلب الكيس. مستر انت متوتر ليه كده؟ ناسي موبايلاتي في قلب توكيل العربيه. والله العظيم وجيه تصور وما اعرفش هم فين. ماشي ما علينا يعني. دماغي مشغوله. ماشي فخلي بالك هنا بقى الراجل بيقول لك ايه؟ تركيز الجليكوز في قلب السوليوشن، هو كاتب لك السوليوشن 100% ميه يبقى تركيز الجليكوز زيرو. الموضوع مش محتاج يعني ايه قصه كبيره ولا حاجه. نكمل بس اللي بعده. هنا بقى بيقول لك ايه؟ اهو يا عم. What is the phenomena which explains the reason why the vegetable gain its salt taste when boiling being cooked؟ اللي بيخلي البطاطا الحاجه لما تتسلق او تطبخ طعمها بيملح، حروب الميه منها في فكره الايه؟ الديفيوجن. ان لما حاجه بتتغلي بتفقد الميه اللي فيها، لكن السولت ما بتخرجش، تغلي الحاجه الميه بتتبخر منها. لكن هل الملح بيتبخر؟ لا الملح ما بيتبخرش، فبالتالي طعمها بيحدق شويه لانها بتفقد الميه وبتحتفظ بملحها، فطعمها بيحدق. فلو انت بتطبخي امك تقول لك ايه؟ ما تحطيش الملح في بدايه وانت بتسلقي الحاجه، سيب الاكل لما يبقى خلص سوى بتاعه وبعد كده دوقيه، وبعد كده اظبط الملح عليه، لانك لو ابتديت وانت لسه حاطه الخضار دلوقتي ويا دوبك لسه الميه ما غليتش وظبطتي حدق الحاجه، الحاجه هتملح منك بزياده، لان كده كده الخضار بيحدق نتيجه فقد الميه اللي جواه. ماشي؟ هات السؤال اللي بعده يا كبير. بيقول لك ايه بقى؟ السؤال اللي بعده جايب لنا رسمه هايله جدا وما علينا بقى الرسمه. بيقول لك ايه؟ والله العظيم كلام جميل، كلام جميل. بيقول لك the opposite figure represent two identical cells one of them put in highly concentrated solution. حلو، اللي اتحطت في highly concentrated solution لازم تلوز ميه،
لازم تلوز ميه. اللي اتحطت في هايلي كونسنتريتد سوليوشن لازم تلوز ميه، اللي هي اختيار سي ده على طول. ماشي. طيب بص بقى جاي بوت وايل ذا اذر از بوت ان لو كونسنتريتد سوليوشن لازم تجين ميه، يبقى انا هختار سي. اللي اتحطت في هايلي كونسنتريتد سوليوشن فقدت ميه وحصل لها شرينكينج، واللي اتحطت في دايليوتد سوليوشن جابت ميه وحجمها ايه زاد، يبقى انا هختار اختيار سي على طول. يلا يا كبير السؤال اللي بعده اهو. شاطر. السؤال اللي بعده يا مسهل. بسم الله. معاك بطاطساية ماشي وزنها 5 جرام. ماشي. اول واحدة منها كذا بطاطساية وزنها 5 جرام، حطيت الاولى في قلب بيور ووتر، يبقى هتسحب مية، يبقى وزنها يزيد. لازم يزيد عن الخمسة، لازم يزيد عن الخمسة لانها جين ووتر. والتانية اتحطت في كونسنتريتد شوجر، يبقى هتلوز ووتر. فانا اختار الاولى حجمها يزيد والتانية حجمها يقل. الاولى اتحطت في بيور ووتر وزنها هيزيد لانها هتسحب ووتر، فهتبقى 6 مثلا. والتانية حجمها هيقل ووزنها هيقل لانها هتلوز ووتر، فتبقى 4 مثلا. فيبقى اختيار 1. حلو الكلام. هات اللي بعده كده يا كبير. بيقول لك ايه يا مسهل يا رب. بيقول لك ماشي يا عم ماشي. حلو قوي القصه دي والله. بيقول لك ذا فالوينج فيجر، تو بيسز اوف بوتيتو هاف ذا سيم ويت اند ايكوليبريم ستيت ان ذا شون بالانس. جاب بطاطستين عندهم نفس الوزن، بطاطسايه اكس وبطاطسايه ايه واي، وحطهم على ميزان كده. حلو. وات هابن وين بوث اوف ذم اميرسد ان ا بيكر 1 و 2. خلي بالك بقى، نشتغل سنه سنه. بطاطستين نفس الحجم، احنا عالم فاضي اصلا. اكس اتحطت في ايه؟ كونسنتريتد شوجر سوليوشن، هتلوز ميه. لوز اتش 2 او حجمها ووزنها يقل. طيب واي يا مستر؟ اتحطت في ديستيلد ووتر، ميه مقطره، يعني ميه بيور سولت، زيرو سولت، يبقى دي هتجين ووتر وحجمها هيزيد. ايا كان بقى الكلام اللي مكتوب، نختار الاختيارات دي. اكس حجمها هيقل لانها هتلوز الميه، وواي حجمها هيزيد لانها اتحطت في ديستيلد ووتر وهتجين مين لو سمحتوا؟ وهتجين الايه؟ الووتر. يلا يا عم الله يصلح لك الحال. خد اللي جايه دي. اللي جايه دي بيقول لك ايه؟ ذا اوبوزيت فيجر شوز ا كونسنتريشن اوف سيلولر ساب انسايد 3 ادجيسنت سيلز ان ويتش دايركشن موفمنت اوف ووتر موف باي ديفيوجن ويل بي ايه لو سمحتوا؟ فروم اند تو ذا سيل ايه؟ اكس. خلي بالك سيل اكس دي، بص بالراحه، اكس عندها 1% 5% 3%. اكس للاسف هتلوز الميه بتاعتها لانها اللو كونسنتريتد اوف سولت، 3 هاي كونسنتريتد اوف سولت، فعطشها اكتر فهتسحب منها الميه. خلي بالك 5 عطشها اكتر فهتسحب منها الميه، فانا هختار اختيار سي، هتلوز الميه للاثنين اللي جنبها، هتلوز الميه للاثنين اللي جنبها لان هي اللو كونسنتريتد وهم بالنسبه لها هاي كونسنتريتد. يلا يا حبيبي خد بالك نفس اللعب بقى، بس هنا الحركه بتاعت الثلاثه. بيقول لك برضو في ثلاثه ايه سيلز، عايزين نفهم حركه الميه. في سيل بص بقى 8 10 12، 8 هتلوز لل 10 عادي تمام، وتلوز لل 12 عادي لان هي ليس كونسنتريتد اوف سوليوشن، ليس لو كونسنتريتد سوليوشن. و10 تدي لل 12، يعني ال 12 تاخد من الاثنين و10 تاخد من ال 8 و8 تفقد للاثنين. 8% 12% 10%. مين اللي مش عطشان؟ ال 8%. مين اللي عطشان؟ ال 10 ومين؟ وال 12. فيبقى الحركه كده 8 تدي لل 2 و10 تاخد من ال 8 و10 تدي لل 12. فانا هختار ده يا رجاله. مين يا باشا اللي هختاره؟ اهو نمسح كده ونعمل لقطه كده ونشوف الاختيارات اللي جايه اهو. الحركة تمشي زي ما انا عملتها لكم بالظبط. طيب مستر تعالى يا كبير الله يصلح لك الايه؟ الحال. السؤال رقم 13 يا شباب، بعد اذنك يا كبير والنبي وانت متمنتج الحته دي شيل 13 لو انا قلته وهنعيده تاني من الاول. اهو الله ما بلغ، انت بقيت تتمنتجي؟ عشان كده بقول الفيديوهات خربانه يعني اتعلمت المونتاج؟ طب ما تيجي قشطه نعمل فيديو، نعمل البتاع. جاي معايا سكه مغسله عربيات. اي حد يجي على طول في اول المرج وقطوع خشب كده ونعمل ايه؟ لا انا ما بشوفش نشط اصلا، ما بحبش اتفرج على الفيديوهات. هتلاقي احلى فيديوهات نزلت. ماشي ماشي. بص تثبيت ايه في الملف؟ جاي منين؟ انت منين ومنين؟ انا من شبرا. بص منين في شبرا؟ من شبرا.
شو اهي يعني اوعى ما انا من الساحل كان مع الكورنيش على طول. انا برضو لينا في سانت كريس. اه يلا يا كبير رقم 13 ونقول الو. السؤال رقم 13 يا شباب بيقول لك ايه؟ The opposite figure shows a rising of concentration sugar solution inside glass tube. مالكش دعوه بالكلام الجامد ده قوي. Containing firmly inside the hollow base of carrot plant that put in diluted sugar solution. What is the reason for the rising of this solution inside this tube? بص كلام هاري. الحاجة ربنا يديها الصح جابت جزراية وقورتها. تعرفش ازاي بس هو الراجل افترض ان احنا جبنا جزر وقورناه. احنا بنقور البطاطس هي قورت الجزر. وقامت بقى ايه؟ حتى جوه التقويره دي زي ما انتوا بتيجي تحشوا البطاطس تحشوها لحمه مفرومه، لا هي حطت فيها ميه بسكر ماشي كده، شوجر سوليوشن كونسنتريتد، يعني حطت كميه سكر هنا عاليه جدا. كلام جميل. يبقى حطت هنا سكر عالي بميه في قلب الجزرايه، وحطت الجزرايه بالسكر اللي جواها في قلب سوليوشن دايليوتد شوجر سوليوشن. حركه الميه الطبيعيه ايه يا حاجه؟ حركه هتمشي من اللو كونسنتريتد للهاي كونسنتريتد، فالحر الميه هتسيب البيكر وتخش للجزره، ومن الجزره وتخش على السوليوشن، فهتخش على السكر، وعشان كده السوليوشن يعلى في قلب الانبوبه. يبقى اللي هيتم كالتالي، ان الووتر موليكيول موف ثرو ذا كاروت تيشو، يمشي جوه الجزر تو ذا لاست تيوب. الميه هتمشي من البيكر تخش للجزره تطلع تمشي في البيكر. ليه؟ لان هنا يا بابا اللو كونسنتريشن وهنا يا كبير الهاي كونسنتريشن، فدي حركه اوزموزز وش. تمام؟ الباقي يبقى غلط. ما ينفعش اقول ان الشجر مالكي الموف ثرو ذا كارت، لان الشجر مش هيتحرك، الحركه حركه ميه بس. طب شجر مالكي ما تتحركش، طب الووتر مالكي الموف ثرو ذا كاروت تيشو تو ذا بيكر؟ لا، لو الميه طلعت من الكاروت للبيكر يبقى معنى كده ان البيكر كان هو اللي هاي كونسنتريشن، وده غلط، مش ده الجيفن اللي عندك. ناخد السؤال اللي بعده ونقول رقم 14. رقم 14 بص كده يا كبير، بسم الله. خلي بالك when the cell of plant cell is removed by a certain way. انت راجل رايق وجبت خلية نباتية وشلت الجدار بتاعها ايا كان الطريقة، لان ده كلام مش منطقي بس ما علينا، يعني شفتها فانت شلت جلدها يعني السلول. What happened if this cell put in distilled water او مية مقطرة؟ طبعا هتكسب مية كتيرة جدا ويحصل لها انفجار، لان الوتر هيدخل جواها والسلول هيمنع وجوده، عدم وجوده هيخليها تنفجر، زي اللي بيحصل بالظبط في الانيمال سيل. مش احنا لما بنحط انيمال سيل في قلب ديستيلد ووتر بتشرب ميه وتنفجر؟ البلانت سيل ما بتنفجرش ليه؟ عشان عندها سيلول. طب ما فيش سيلول خلاص تنفجر وتغور في داهيه. يلا السؤال رقم 15 يا شباب، بسم الله. بيقول لك ستودنت اشترى اربع بطاطسات واربع جزرات بنفس الحجم يعني، وحطهم زي الرسمه دي بعد اربع ساعات. which piece of have smallest size. عيل رايق فاضي جاب اربع حتت جزر ماشي، وقام مقطعهم كده نفس الحجم وحطهم زي ما انت شايف كده. فخلي بالك البطاطسايه الاولى واحده واحده كده اتحطت في قلب ميه، جزرايه اتحطت في قلب ميه، فالمفروض ان هي تشرب ميه والمفروض ان حجمها يزيد، دي increase in size طبيعي، لان اكيد نسبه الملح جوه الجزر اكتر من نسبته جوه السوليوشن فدي هتزيد. طب البطاطسايه الثانيه يا مستر، بص البطاطسايه الثانيه فريش برضو قصدي كاروت اتحطت في قلب كونسنتريتد شوجر سوليوشن، فدي هتلوز الميه، دي هتلوز، فدي السايز بتاعها هيديكريز لانها هتلوز الميه، يبقى دي هتجين والسايز يزيد ودي هتلوز والسايز ايه يقل. طيب خد بالك بقى الجزرايه سي قال لك ايه؟ اتحطت في قلب ميه بس الجزرايه بويلد، يبقى نو اوزموزز. هنا لا هتزيد ولا هتقل، وهنا برضو لا هتزيد ولا هتقل. ليه يا مستر؟ لان يا حبيبي الاوزموزس بتتم في الليفنج تيشو بس، واللي مغليه ديت ميته، ففي الحالتين لا في زياده ولا في نقصان. يبقى مين اللي هتقل جدا بقى؟ هختار بي، لان هي اللي هتلوز الووتر، لان هي محطوطه في هايلي كونسنتريتد سوليوشن، يبقى الاختيار عندي بي. يلا يا حبيبي دي اللي حجمها هيقل بعد نهايه الاكسبيرمنت. السؤال اللي جاي بص البورد بتعمل ايه يا امنيه، بصي والله العظيم تناحه بس ما علينا.
when immersing plant cell in a solution with low osmotic pressure يعني 1% with respect of its concentration يعني لو اتحط نبات في قلب solution تركيزه اقل منها طبعا هي هتكسب الميه منها تركيزه اقل منها بواحد في المية ماشي هي اللي هتجين الووتر لان هي هتبقى هاي كونسنتريتد وهو لو كونسنتريتد فهتسحب منه ميه لما تسحب منه ميه حجمها ايه يزيد يلا يلا حل انا عايز اعرف الناس هنا على مين اللي بيمنتج لهم ممكن مس امنيه تيجي كده عشان برضو يعرف ان احنا عندنا ستاف جامد وحركات وبتاع لا انا عايز مس امنيه بس عشان الحركات ماشي واتش اوف ذا لا عشان بس يعرفوا ساعات المشاكل اللي بتطلع في المونتاج ماشي واتش اوف ذا فالوينج شوز ا تشينج اكيورد تو ذا بلانت سيل ويتش بوت ان كونسنتريتد سوليوشن حطينا بلانت سيل في قلب كونسنتريتد سوليوشن لمده 30 دقيقه المفروض ان هي هتلوز الميه وحجمها هيقل والساف فاكيول تصغر فاختار مين سي اهو بص الساف فاكيول حجمها يقل وابتدى الجدار يكرمش ويشرق ويشرانك يعني ايه يتجعد كده فدي عملت لوز للميه لانها اتحطت في كونسنتريتد سوليوشن الباقيين ما ينفعش ان الفاكيول بتاعتها تكبر ارجع تاني يلا حبيبي ما ينفعش ان الفاكيول بتاعتها تكبر وبعد كده ترجع تخس مش منطقي الخطوه دي يعني هنا ما ينفعش تكسب ميه ده كانت دبلانه وكسبت ميه ده غلط ده المفروض ان هي هتلوز ووتر هنا ما ينفعش برضو شكل اللوزنج غير منتظم يعني بص كده كانت طبيعيه عملت لوزنج بشكل قوي وبعد كده عملت جين ليه هو انا غيرت السوليوشن ده هو نفس السوليوشن فالمنطقي لفقد الميه ان هي تبقى منفوخه تخس تدريجيا تخس اكتر يلا يا حبيبي ناخد السؤال اللي بعده رقم 18 رقم 18 بيقول لك ايه نفس فكره الجزره اللي احنا كنا بنعملها من شويه فكره البطاطس مسيطره على الواجب ده فبيقول لك ايه احنا جبنا بطاطسايه فريش كونتين كونسنتريتد شوجر سوليوشن فيها هنا كونسنتريتد شوجر ايه سوليوشن سكر عالي جدا تمام واظبط ان بيكر كونتين ديستيلد ووتر وهنا الميه مقطره يعني التركيز بتاعها قليل قوي يعني هنا لو كونسنتريشن هنا هاي كونسنتريشن حلو واتش فيجر شو ذا ريزلت قبل ما نختار الطبيعي هيحصل ايه الهاي كونسنتريشن شوجر هيسحب الميه من البطاطسايه طب البطاطسايه تسكت ابدا هتسحب ميه من اللي حواليها فالطبيعي ان الميه تتحرك من البيكر تخش للبطاطسايه ومن البطاطسايه تخش للشوجر اللي موجود هنا فنتيجه لكده حجم السوليوشن هنا يزيد وحجمه هنا يقل فانا هختار مين يا مستر هختار الجراف دي اختار الجراف مين لو سمحتوا دي ما بيجيش ليه الجراف دي بص هتلاقي حجم السوليوشن هنا زاد وحجمه هنا في البيكر قل ما احنا اتفقنا السوليوشن ده مركز هيسحب الميه من البطاطس والبطاطس هتسحب ميه من اللي حواليه فكميه الميه اللي في البيكر تقل وكميه الميه اللي في السوليوشن ايه تزيد هنا غلط ليه لان كميه الميه هنا قلت المفروض ان ده هيجين ووتر مش هيلوز ووتر هنا برضو كميه الميه قلت هنا كميه الميه قلت فهتلاقي الجراف المنطقي معانا هو الجراف دي يا رجاله هو اللي ظاهر معانا دي الجراف دي بغض النظر على اللي ظاهر في الباوربوينت هو دي بتاعنا الايه اللي صح ماشي تعال هنا بيقول لك ايه بيقول لك ذا اوبزيت فيجر ووتر ترانسفير فروم هنا مديك ايه بقى مديك كبسوله كده عامله زي البالونه حواليها سيمي بيرميبل ممبرين في سوليوشن اكس تركيزه 30% 3% قصدي ده البيكر والسوليوشن اللي جوه البالونه ده تركيزه 1% فالطبيعي ايه اللي يحصل الميه هتتحرك من اللو للهاش الميه هتسيب البالونه دي وتطلع للميديم اللي حواليها يعني الحركه هتتم من اللو كونسنتريتد اللي هو الواي للهاي كونسنتريتد اللي هو الايه الاكس في حجم البالونه دي كرمش طبعا حركه ميه يبقى بالاوزموزس يبقى الاختيار اللي عندي يا رجال هتحرك من الواي للاكس بالاوزموزس لان دي حركه ميه من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن شوف السؤال اللي بعده بص يا باشا ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت دايركشن اوف ووتر ترانسفير باي اوزموسس فينومينا امونج ذا ثري نيبرنج بلانت سيلز خلال ثلاث خلايا متجاوره ماشي ويتش اوف ذا فالوينج تشويس ريبريزنت ذا كوريكت ارينجمنت فور ابيليتي اوف بلانت تو ريسيف ووتر ان ديسندنج اوردر يعني مين الخليه اللي هتكسب ميه اكتر في اللي اقل في اللي اقل لما تاخد بالك هتلاقي اكتر سيل تكسب ميه ثلاثه
لانها سحبه من 1 و 2، وبعد كده 2 لانها سحبه من 1 بس، وواحد بيلوز مش بيجين، فاكتر سيل هتكسب الميه 3، فيما بعدها اقل منها 2، اقل منها 1. فبيقول لك رتب تنازلي من اللي بيكسب ميه اكتر للي بيكسب ميه اقل. فالاسهم موضحه، الكفيف يشوف ان 3 هي جايبه ميه اكتر لانها سحبه من 2، و2 سحبه من 1، و1 يا عيني هو اللي عنده الشايب، فتقريبا ايه هو اللي هيشيل الدور. تعالى يا عم خش يا بابا في اللي جاي. هنا بيقول لك ايه بقى؟ The opposite figure if you know that the osmotic pressure of the plant cell number 1 equal 5. الاوزموتيك بريشر بتاع رقم 1 5%. سكروس سوليوشن. The cell is converted to the state 1. ايه ده؟ state from state 1 into state 2. اه الخليه اتحولت من 1 ل 2. لو انت واخد بالك الخليه حصل لها ايه؟ كرمشت، يعني عملت losing ووتر، عملت شرانكينج. تمام ماشي. يبقى معنى كده when put in a sucrose solution with concentration equal to، اختار تركيز اعلى من الخمسة. الخلية فقدت مية، امتى السيل تفقد مية؟ لما تتحط في هاي كونسنتريشن، صح؟ طب هي خمسة، يبقى اختار حاجة اعلى من الخمسة، حاجة اعلى من الخمسة. مين هنا اعلى من الخمسة؟ 10، لان لو اتحطت في 1 كانت هي اللي جين الووتر، ولو اتحطت في 0 كانت برضو جين الووتر ورمت وقلبزت، ولو حطت في 5 كان لا الووتر حصل له جين ولا حصل له لوس. لكن اللي واضح هنا ان هي عملت لوزنج للووتر، يبقى معنى كده هي كانت محطوطه في سوليوشن هاي كونسنتريشن عنها. اختار 10 يا كبير وانت مغمض. يلا يلا يا حبيبي الله يكرمك. السؤال اللي بعده بيقول ايه بقى؟ نفس السؤال والله العظيم. ماشي هو نفس اهو بالاجابه. طب سيل نمبر 2 كان ريتيرن انتو ذا ستيت 1، امتى السيل دي تقدر ترجع تاني زي ما كانت، يعني تقدر تسحب ميه تاني وتنفخ تاني وتبقى حلوه تاني؟ لما تتحط في سوليوشن 10 اذا كان هي اصلا تركيزها 5، فلو اتحطت في 10 المفروض تعمل لوزنج الووتر وتتنيها مكرمشه، يبقى ما ينفعش. طب لو اتحطت في 50 في 15 ده سنتها سوداء، ده هتموت من اللوزنج، ده هتعمل مور لوزنج. طب لو اتحطت في 20 برضه هتعمل لوزنج اكتر، لكن لو اتحطت في ميه ديستيلد، ميه مقطره تركيزها زيرو، يبقى بقت الميه زيرو وهي 5%، فهتبتدي تسحب ووتر وترجع تقلبس تاني وتبقى كيرفي وزي الفل. يلا يا حبيبي ناخد السؤال اللي بعده. اهو احنا قربنا نخلص ولا ايه؟ شويه ان شاء الله. ماشي. هنا بيقول لك ايه؟ The opposite graph illustrates the result of experiment that was carried on the piece of potato equal كام؟ 7 جرام. خلي بالك من الحته دي. بطاطسايه وزنها 7 جرام. Then somewhere put in water. جبنا شويه بطاطس، كل بطاطسايه وزنها 7 جرام، حبه حطيناهم في قلب ميه. ماشي. وشويه تانيين حطيناهم في قلب سكروس سوليوشن with different concentration. يبقى جبنا شويه مكعبات بطاطس، حطينا شويه منهم في قلب الميه، وشويه حطيناهم في قلب، خلي بالك سكروز سوليوشن وذ ديفرنت كونسنتريشن. كلام جميل. Which of the following سكروز سوليوشن هاز ذا سيم كونسنتريشن اوف سيلولار ساب اوف ذا بوتيتو؟ تاني شويه بطاطس قطعناهم مكعبات، وزن البطاطس 7 جرام 7 جرام 7 جرام 7 جرام، حطيناهم في قلب محاليل تركيزاتها مختلفه. تمام؟ في مشكلة كده؟ فبيقول لك مين السوليوشن 1 ولا 2 ولا 3 اللي عنده نفس الكونسنتريشن بتاع البطاطسايه؟ بص لو بصيت كده معايا البطاطسايه وزنها 10 ابتدى يقل 9 8 7، اقف عند 7، مش ده النورمال ويت بتاعك؟ مش ده الوزن بتاعك الطبيعي؟ طيب انزل كده هات لي التركيز، 7 هتنزل على 2. يبقى تركيز 2 الكونسنتريشن نمبر 2، الكونسنتريشن 2% ده هو التركيز اللي وزن البطاطسايه فيه ما اتغيرش، لا زاد ولا قل. لو خدت بالك في 1 كان وزن البطاطسايه 8، يعني معنى كده ان هو جين ووتر. ولو خدت بالك ان في 3 وزن البطاطسايه قل لل6 وبعد كده قل لل4، فيبقى الكونسنتريشن اللي ثبت عنده وزن البطاطسايه هو الكونسنتريشن اللي ما بينه وما بين البطاطسايه حاله ايكواليبريم او سيم كونسنتريشن. يبقى رقم 2 يا رجاله هو الاختيار، بيقول لك مين الكونسنتريشن اللي موازي او
زي تركيز البطاطسايه بالظبط. اللي البطاطسايه لا اللي عملت لوز للووتر ولا عملت جين للووتر، وبالتالي وزنها تنا ثابت اللي هو رقم 2 يا دكاتره، اللي هو 2% لان الوزن بتاعها ثابت 7 جرام زي ما هي. شوف السؤال اللي جاي. ماشي اهو، ينفع كده؟ ينفع كده؟ شاشات بايظه. The opposite figure shows the experiment that detect osmosis phenomena in living cell if you know that the concentration of sugar solution in a beaker. خلي بالك البيكر كام؟ 10%. And the concentration of starch solution in safe vacuole 5%. What happened to the volume of X and sugar solution Y after 12 hour. نعيد تاني واحدة واحدة كده يا حاج. تركيز المية هنا كام؟ في البوتيتو كام؟ قال هنا 10%، صح كده؟ If you know that the concentration of sugar، فين الشوجر يا جدعان؟ الشوجر 10%، يبقى ده ال 10% in the beaker. And the concentration of starch، هنا التركيز الستارش هنا كام؟ 5% في الإكس. What happened؟ تمام؟ لإيه يا باشا؟ What happened to the volume of water X؟ المية هتسيبه وتنزل لل 10. ما الميه بتمشي من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، يبقى الفوليوم ده المفروض هيقل لان الميه هتسيبه. تمام؟ الميه هتسيب اكس وتمشي لمين؟ للايه؟ للواي. بيقول لك ايه؟ وات هابن تو ذا فوليوم اوف ووتر اكس، هيخس لان الميه هتسيب الاكس وتروح لمين؟ للواي. اند شوجر سوليوشن اوف ايه لو سمحتوا؟ اوف واي. تمام، الميه هنا هتقل والشوجر سوليوشن هنا هيحصل له ايه يا كبير؟ الشوجر سوليوشن هنا هيحصل له ايه كمان؟ هيحصل له ان هو هيزيد. اللي بعده رقم 24 اذا كان موجود. اهو بص يا عم، بيقول لك ذا اوبزيت فيجر. تمام، ذا بلانت از كونفرتد فروم ستيت 1 تو ذا ستيت نمبر 2 از ريزلت اوف كونتينوس اريجيشن باي. خلي بالك كده، النبات بيدول، النبات تحول من الحاله الاولى كان فريش وزي الفل وبعد كده دبل. دبل نتيجه ايه بقى؟ تاب ووتر برويه بميه، ميه حنفيه. يعني النبات بيدبل عشان بديله ميه عذبه اللي هي ميه حنفيه، ولا بديله ميه مقطره اللي هي ميه زيرو املاح فيدبل، ولا بديله لو كونسنتريتد شوجر سوليوشن، ولا بديله هايلي كونسنتريتد سولت سوليوشن. امتى النبات يدبل؟ لما اديله ميه مالحه. النبات كان فريش اديته ميه مالحه فدبل، لكن لو بديله ميه حنفيه مش هيدبل، لو بديله ميه مقطره مش هيدبل، لو بديله سكر السكر مش هيفرق معاه في حاجه، لكن لو بديله سولت سوليوشن هو اللي هيأثر ايه عليه. السؤال اللي جاي يا شباب، وده سؤال عايز سيك التركيز كده من الناس. سؤال بيقول لك ايه؟ خلي بالك اكس واي ريبريزنت تو ايدنتيكال ترانسفير سيكشن اوف بلانت ليف. اكس واي نفس الورقه، ورقه خدنا منها سيكشن، ورقه خدنا منها ايه بتاعته سيكشن. اكس واي من نفس الورقه تاني، اكس زي واي بالظبط نفس النبات. ماشي، اكس واز بوت ان شوجر سوليوشن زد، واكس اتحطت في الزد ان فيجر 1. خلي بالك وتنتها ثابته بعد ساعتين ثلاثه، يعني لا جين ووتر ولا لوز ووتر. خلي بالك الشكل تناه زي ما هو اهو، يبقى منطقيا استنتج من كده ان تركيز الاكس بيساوي الزد لان شكل الورقه ما اتغيرش. تركيز الاكس بيساوي الزد لان شكل الورقه ما اتغيرش يا رجال، لا حصل جين ولا حصل ايه لوز. ده استنتاج كده، يبقى اكس وواي نفس الورقه، اكس اتحطت في قلب الزد بعد ساعتين ثلاثه شكلها ثابت زي ما هو، يبقى لا عملت جين للووتر ولا عملت لوز للووتر. يبقى معنى كده ان تركيز الاكس ايكوال مين؟ الزد. ده استنتاج عبيط كده في الايه في الطريق. واي الواي was put in sugar solution L. Y اتحطت في قلب مين؟ ال L. حلو الكلام. In figure 2 we deduce from the two figure that. نستنتج ايه بقى؟ واحدة واحدة كده. لو انت واخد بالك الست دي عملت لوز للمية اهي، حصل تغير، يبقى في مية اتحركت. تمام؟ فواحدة واحدة. انا دلوقتي ايه الجيفن اللي عندي؟ ان Y وX نفس البلانت. Y وX same blend. يعني معلش كده عشان البورد، واي واكس نفس النبات يعني نفس الاوزموتيك بريشر. وعندي معلومه، وعندي معلومه ان اكس لما اتحطت في السوليوشن زد لا اتغيرت لا بالايه جين ووتر ولا باللوز ووتر. يعني معنى كده ان الكونسنتريشن بتاع اكس ايكوال الكونسنتريشن بتاع زد. ده الجيفن اللي عندي، واي واكس نفس التركيز واكس وزد نفس التركيز. طب تعالى نشوف بقى، يقول لك ايه؟
الاجابه الصح عندي في الاول عشان ما نتوهكوش، الاجابه الصح اللي عندي الاجابه رقم كام؟ 4. concentration of solution z equal to that of solution inside the safe vacuum of wash. ده صح. بص كده، تركيز اللي في z بيساوي الwash. ليه يا مستر؟ ما هو احنا يا حبيبي قلنا ان اكس وواي نفس النبات، يعني نفس التركيز بتاعهم، جايين من نفس الشجره، تمام؟ وجالك جيفن ان زد واكس موجودين مع بعض ومفيش تغيير، فبما ان اكس ايكوال واي واكس ايكوال زد، فانا استنتج ان زد ايكوال واش. دي الجمله الصح اللي عندي في الموضوع. دي الجمله الصح اللي عندي فين؟ في الموضوع. الباقي بقى غلط. طب غلط ليه يا مستر؟ غلط ده عشان ده من رزقي ان انا اقعد اشرح لك ده كله، ده بخت بس يعني. فيجي اقول لك ايه؟ concentration of z equal to solution L. z equal لل L. غلط. غلط ليه؟ لان واضح ان ال L high concentrated، لانه خلى ال Y تفقد الميه وجسمها يكرمش اهو، لكن z ما خلاش الورقه جسمها يتغير. فما ينفعش اقول ان هما الاثنين نفس التركيز. طيب تعالى اقول لك بيه بقى، الكونسنتريشن اوف سوليوشن زد خلي بالك هاير ذان ال، الزد اعلى من ال ال. غلط. غلط ليه؟ ال ال هو اللي خلى الورقه تنكمش او خلاها يحصل لها شرنك، يعني خلاها تلوز الميه، يبقى معنى كده هو اللي هاير كونسنتريشن عن الزد، لان الزد ما خلاش الورقه تفقد ووتر، فالجمله غلط. طب هات سي بقى، خلينا نخلص. الكونسنتريشن اوف ال اللي هو lower than solution inside الفاكيول بتاعت الاكس، لو ده اقل من تركيز الاكس، يعني لو ده اقل من الواي، ما احنا اتفقنا ان الاكس والواي نفس الشجره ونفس النبات، لو ال ال تركيزه اقل من الواي، خلي بالك تركيزه اقل من الواي، يعني مثلا يبقى هو 5% والواي 10%، كان الطبيعي يحصل ايه؟ كان الطبيعي ان الورقه ما تتبلش وتنكمش كده وتتني، كان الطبيعي ان الورقه يحصل لها سويلنج وتورم. هل ده حصل؟ لا ده ما حصلش، ده الورقه كرمشت، يبقى الكلام ده غلط. يبقى الكلام الوحيد اللي عندنا صح مين؟ دي. وقف الفيديو وارجع اسمع كل حاجه بالتفصيل كده وبهدوء عشان انا مش عايد. هات اللي بعده. يلا يا عم اللي بعده. بيقول لك ايه الراجل؟ بسم الله. يلا يا ست خلاصي. when immersing animal cell in a solution with low osmotic pressure 10% with respect to the solution of its concentration. لما نحط animal cell في محلول تركيزه اقل منها، طبعا هي هتشرب ميه ويحصل لها swelling، بس للاسف عشان دي animal cell ما عندهاش cell wall فهتنفجر، تمام؟ زي اللي حصل في البلانت سيل لو احنا شلنا cell wall بتاعها. تعالى للسؤال اللي بعده. بيقول لك ايه؟ green plant doesn't get benefit from sugar resulted from decomposition of plant leaf which are present in the soil. This is because the root here contain cellulose ولا البلازما ممبرين ولا الساف فاكيول with high concentration of sugar ولا ها الايه؟ الساف فاكيول with low concentration of sugar. واحد لا قل لا اله الا الله. قلنا ان النبات بيحدد مين داخل ومين خارج، وقلنا النبات عنده البلازما ميمبرين اللي عندها السلكتيف بيرميابيليتي اللي بتخلي النيدز اللي النبات محتاجها تدخل زي الوتر وزي الصورت، وتمنع الشجر وتمنع الامينو اسيد. ليه ما بيخشوش؟ لسببين، حجمهم كبير ودازنت ريكوايرد باي ذا بلانت. فلو انت جبت شويه ميه مسكره واديتهم للنبات في الفازه هيحدف الكوبايه في وشك، يقول لك انت راجل اهبل، انا مش عايز ميه بسكر، مش عايز ميه بسكر. ليه؟ انا بصنع السكر مش هاخده من بره. طب مين اللي بيرفض الدخول؟ البلازما ممبرين. يبقى الشجره ما تستفدش من الشجر اللي حواليها من السويل بسبب وجود البلازما ممبرين اللي بيكنترول مين يدخل ومين يخرج. وبلاش حد فيكم يتغابه ويقول ايه مستر ما انا بيجي لي ورده في الفالنتاين دي يوم تولعي فيه بجاز وسخ كده اهو، بيجي لي وردايه من المكوس اللي انا ماشيه معاه وبحطها في قلب ميه بسكر. دي مالهاش علاقه بدي خالص، دي كيس ودي كيس، دي ورده مدبوحه عشان خاطر معاليكي واديناها ميه مسكره، فممكن تعمل استفاده منها لمده يوم ولا اتنين وهتدبل، يعني هتدبل وفي الاخر هتحطها في كشكول معفن عندك وتحتفظ بيها للذكرى الهباب ويبقى الموضوع عدى. فده هو ده مش كائن حي، بطلي يا حاجه. يبقى البلازما ممبرين هي اللي هتكنترول الموضوع. الاستاف بتاعي بقى اخلاقه منحله. يلا يا عم 28 ذا اوبزيت فيجر ذا اماونت اوف ستارش سوليوشن 10% اتحطت في قلب بوت ان ايه رايت سايد
and another equal amount كام؟ يا نهار اسود 6% but in the left side what do you expect happen؟ هو مفيش رسمه؟ ماشي اهو يا عم مستر بالراحه كده عملنا سوليوشن كده الرايت سايد فين يا عم؟ فين بقى amount of starch solution 10% محطوطه في قلب الرايت سايد يبقى 10% هنا في الايه في الجنب اليمين وهنا كام اهو وهنا 6% 10% في الجنب اليمين وهنا ايه صنعته 6% يبقى الميه تتحرك منين من الجنب الشمال للجنب اليمين لان هنا low concentration وهنا الهاي concentration فلو انت عامل بيكر 6% في الجنب الشمال و10% في الجنب الايه اليمين يبقى الميه تتحرك منين من 6 ل 10 من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن خلاص طب الحمد لله الحمد لله يا رجاله الحمد لله بفضل الله الهوم ورك خلص ونشوفكم على خير في الهوم ورك الجاي والسلام عليكم.